التجارة مع الله سر النجاح، وعمرها ما كانت بالفهلوة أو تشغيل الدماغ، حتى لو معاك الحق، لكن المكسب اللي هتاخده في مراعاة ظروف الناس أكبر بكتير من اللي انت كنت تتوقعه. مطعم بيفاجئ الكل باللي عمله مع زبون لغى أوردر بعد ما جهزوه، حطينا نفسنا مكانه. تعالوا نشوف الحكاية. وقعة مثيرة حصلت في مطعم شهير، كشف فيها عن اللي حصل مع زبون طلب أوردر وبعد ما جهزوه رجع جزء منه للمطعم، وكان رده على التصرف ده من العميل مفاجأة غير متوقعة. المطعم نشر القصة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: بص في الورقة البيضة اللي تحت دي هتلاقي كلمة ملغي. الإلغاء عندنا بيكون ليه أسباب كتير. هنا العميل كان شبع ومقدرش ياكل الطاجن بعد ما طلبوه، وبما ان الطاجن زي ما هو فاحنا لغيناه نهائي من على الشيك، وبكده العميل مش هيحاسب عليه. بيقول كمان المطعم في منشوره: بغض النظر عن ان الطاجن هيطلع في الخير بطريقه ما، بس احنا متفهمين انكم هتشوفوا ان ده تكلفه علينا وخطا من العميل لان هو اللي طلب بزياده فكان لازم يحاسب عليه. تعال نحط نفسنا مكان العميل. العميل كان معاه حد وكان حابب يضيفه كويس فطلب حاجات بزياده. العميل شبع وما قدرش ياكل الطاجن. العميل طلب الشيك وشفنا انه ما اكلش الطاجن، فسالناه عن السبب عشان لو في حاجه بايدينا نقدر نساعده، فقال ان الاكل كان كتير عليه وبالتالي تم الغاء الطاجن. المطعم كمان كشف مفاجأة عن تصرفه وعن رغبته في التجارة مع الله، وبيقول: طب هل احنا كده مثاليين وبنأفور؟ الإجابة لا، احنا فاتحين نشاط تجاري وبالتالي لازم نتعود على الخسارة المدروسة عشان هي اللي هتجيب لك المكسب المنتظم. غير كده احنا مش فاتحين النشاط حصة التربية للعميل عشان طلب بزيادة مرة من نفسه فنلزمه بدفع الأوردر اللي هو ما كلوش. باختصار، التساهل في المرتجعات بيساهم في رفع المبيعات. تصرف المطعم عمل حالة كبيرة من التفاعل على منصات السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت. وسط تعليقات من المتابعين اللي قالوا: كلام جميل، لكن في المعظم اتعودنا لو في حاجة زيادة بتتلف تيك اوي ونرجع بيها البيت او نتصرف فيها عادي، مش هنفكر نرجعها للمطعم ونخسره شيء. ده مستوى اعلى من التساهل في المرتجعات، لان العميل اكيد ما طلبش يلغي الطاجن من الاوردر. ده المستوى الاعلى في خدمة العملاء والاهتمام بيهم، ربنا يوفقكم. وقال كمان المتابعين على تصرف المطعم: اما تبقى فاهم فعلا بيزنس وقادر تربط بين ربح زائد تكلفه زائد رضا عملاء زائد تعاملات الخير مع ربنا، بجد برافو جدا عليكم، وسع الله رزقكم جميعا. بجد كل مره بتدونا نموذج للرقي في التعامل، وانه مبدا الشفافيه متوفر جدا في تعاملاتكم اللي لازم تتدرس لكل واحد عنده نشاط وبيتعامل مع الناس. تحياتي لكم اداره وعاملين في هذا الصرح المحترم، واكيد ربنا هيجازيكم خير على اللي بتعملوه.